جماعة زينب جننتني لها تقريبا أكثر من شهر وهي تقول لي أعطيني، قصدي اشتري لي اشتري لي اشتري لي من جنة. طيب يا جماعة، طبعا هنا الطلبية دخلتها بالدس من غير ما زينب تشوف. الحين بيجي زينب، تعال شوفي بالله. صح خلاص صح، تعال شوفي. بنت طيب، قولي شكرا. شيء شكرا، شيء شيء بالانجليزي بالعربي اي شيء. بس ويش مو لازم سكين. اي الو صديق، الو وصلت المسكات صغيرة. مسكات هذه هي خلتينا اشتريها بالفلوس بالعشرات. اخر شيء طلعت زي كذا يا جماعة، انا احب الاشياء هذه اللي تنحط على الجدران زي كذا بعدين تولع. دقيقة زين اطفي النور اشوف. واه تولع صح. هذه الساعة تبيني هذول تضيء. يا ريتك ما اشتريتيها. هيا زينب والله العظيم اني اشتريتها لك وانا في قمة الضيق، لكن بس عشان افرحك. خير ايش هذا؟ ثانية لا احساس ولا ضمير ولا اي شيء ولا اي مشاعر ولا اي حزن. صديق انا في كلام اشتريت لك وانا في ضيق. طيب افتح الفلاش عليك تقدر اطفي النور اشوفه ما يولع ولا شيء كذا، بس هذا اللي تحت يولع. طيب بعدين يبغى لي فلاش. هذا الشيء زينب جننتني فيه. شوفوا في عنده مكان، عنده مكان زينب جننتني فيها. طب هي في الموقع باين انها كبيره، الحين هيك يا صغيره؟ لا ما هي كبيره والله، باين انها كبيره قبل كبيرة. طيب وهذه اشترت هذه اضافيه، اشترت هذه واشترت هذه من غير تطلب وتطلب عشان مو على حسابها طبعا. هذه قلت لي وعد، وعدتك انا صح. طيب يا جماعة تدروا أنا ليش زينب أدلعها وكذا أشتري لها هذه الأشياء اللي تبغاها؟ عشان هي ما شاء الله شاطرة وتحفظ القرآن، ودحين هي في الجزء الخامس حفظ حفظ غيب ما شاء الله. صح يا زينب؟ زينب مبسوطة بالله؟ مرة. قديش مبسوطة؟ كم بالمية؟ بدرجة ما قدرت أذكرك. ليه؟ خلاص يلا، اذا شفت المقطع هذا وانا بعد ما اموت وانا مت مثلا ادعي لي. خلاص انت ليه متاكده كذا انك بتموتي؟ كل الناس تموت. طب انت ليه متاكده كذا انك حتموتي؟ طب انت كلنا متاكدين ان نروح عند الله، بس ايش الواحد يسيب ايش ذكرى كويسه. الله يقلع يوم تتصل عليه وانا اصور. افتح الفلاش عليه هذول. طيب حسوي لك انت اول اسبوع. هتسوي لي انا اول صوره؟ ايوه. طيب اول صوره عباره، لا تسوي لي بهذا، انا ما احبه. طيب الدوار دقيقه، انا اختار، انا اختار هذا الدوار ما اخترته. انا بختار يا متابعين ايش انواع انتم تحبوا؟ هذه اللي كذا، هذول اللي مشهوره هذا الايام، مشهوره اللون الازرق كذا، الزرقاء، الزرقاء مع الكحلي وش من ورا فيها ما شاء الله اشياء مره حلوه. طب هذه دامو هنا موجوده، ليه خليتيني اشتري لك زياده اللي هي هذه؟ احتياط؟ ليش يا امك؟ اعلقها في غرفتي بعدين اوريكم كيف النتائج ان شاء الله. هذه ممكن، هذا الشيء الوحيد اللي حسيته مفيد. اما هذه يلا عشان تفرحي. يلا بعد ابغاك يا زينب اسمعي. الو باكي. الو زينب، انت في الاتصال؟ هل انت في الاتصال؟ اهم شيء سوي لي صوره وبصور لهم. طيب خلاص، في لون منه وردي واخضر. طيب الوان كثيره وعندي حليب. يلا اكتبوا لي اي شكل انتم تحبوه مره، اكتبوا لي يا متابعين. خلاص اتحركي، اي شكل تحبوه مره حقت الالوان، قصدي الاحرف او الورود هذه او الاحرف الابيض واسود او القلوب او هذه مضيئه لا الشفافه، ولا تحبوا هذه الآلية الصغيره، ايش من شكل تحبوا اكثر شيء اكتبوه. ابدا ترى ما يسوي صور الحاله كذا بس بالحروف.
واذا كنت تحبوا هذه او هذه. طب انت ليش اشتريتي طالما هذه في ليش اشتريتي هذه؟ لا عشان مو على حسابك، ما يفارقه معاكي. مش فارقه معايا الناس. طيب خلاص سوي ايس ورا تمام. طبعا هذه هي النتيجه بعد ما زينب سوتها. ايش رايكم؟ اذا كانت حلوه اكتبوا لنا في الكومنتات. اذا تبغونا نسوي لكم جزء ثاني من بعد ما زينب سوت كل الاشياء هذه ومعاها بنات الفرقه كمان، سووا لي لايكات كثيره عشان اعرف انكم تبغوا جزء ثاني، اوكي؟ واذا انتم من محبين الخرزات والاشياء هذه برضو اكتبوها لي في الكومنتات. ان شاء الله بعد اسبوع حيكون في سحب على خرزات زي هذه للمتابعين. خليكم متابعين حسابنا.